كوكو بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اماكم طيبه؟ المهمات كبيدات ديولي شحيمات، نتمنى منكم تكونوا بالف خير يا ربي وصحه جيده وغبرتي عليكم. والله غير مع راجل راني يلاه جا وجري من هنا وطلع من هنا وتسخر من هنا وجريت انت على راسك من هنايا وبشويه من هنا وداكشي طق طق داكشي خلات هذيك الدريه. كنقولكم توحشتكم بزاف 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 وديجا توحشتوني ياك، توحشوني انا عارفاكم توحشوني، انا عارفاكم توحشوني. يعني هذا علاش انا خصني كل نهار نحط الكبيدات ديالي للفيديو، خصني الشحيمات ديالي العميرات ما نتخلاش عليهم كيف حتى هما ما متخلينش عليا، سواء تضربنا بالسينيا سواء ما تضربناش بالسينيا سواء بغاو يفرقونا على هاد اليوتيوب معنا الحمد لله جيش ما غاديش يتفارق علينا وما غاديش ان شاء الله يخلينا، مي الحمد لله هادشي كامل من فضل الله. مهم انتي او انت و دوك اللي كتضربوا بالسينيا لا ما ربحتوا والو، ولا حطيت لكم البارح الفيديو راكم شفتوا حطيت قلت لكم ما غاديش نحط لكم على الفيديو، غادي نحط لكم على المينياتير راه سكريني والمينياتير وزومي وها مزيان وغادي تقراو سميت الكونت ديالي واش نتي تقال عليا بداك الجروب. مي هذا ماشي هو موضوعنا، بنادم ضرور الله يجيب لي الشفاء كيبات من الوحدة الليل حتى 6 الصباح هو ديال علينا اللايف مع المثليين الله يسر المثليين هذاك حالهم، فهمتي بنادم اللي كيبغي يدخل داك العالم ديالهم خاصو حتى هو يبقى شاد معاهم الهضره ويتعلم الهضره منهم، ماشي مشكل حنا عارفينك انت اللي بداك البنات راك فاتحه في الغوص. المهم كبيدات ما هذا ماشي موضوعنا، خليو علينا الزبل والوسخ والمكاريب والحوتالات، دابا غادي ندوزو لموضوعنا اللي كلكم كتسولوا عليه اللي كلكم كتبحثوا عليه اللي كلكم باغينو كلكم باغين تعرفوا كلكم يعني نتوما باغين تعرفوا، انا غادي نعرفكم اي حاجه وغادي تعرفوا اي حاجه وغادي تشوفوا اي حاجه. ديجا رضا حط في الانستغرام ديالو حط لاموس ديال دبي، حنا كنعرفوا هذاك المنتوجات ديال دبي، عندنا منتوجات حنا في المغرب داكشي طوب ولكن خاصك ثمن غالي وداكشي واعر ياك كيرجع لك وجهك بيو. ومي بنات بلادنا رغم اللي مزوجه في الامارات واللي خدامه في الامارات واللي مريحه مع اختها في الامارات كلهم عارفين هذيك لاموس كي دايره، هذيك لاموس ان شاء الله الكبيدات الشحيمات ديالي. حنا كما قلت لكم حنا عندنا منتوجات ولكن هذيك حنا كنعرفوا شي حاجات ديال دبي كتكون رائعه وحتى حاجه وجهك ما غاديش يخسر لك، راه ديجا جبت البومادات وعاود جبتهم والحمد لله كيتمشاو كيتباعوا ما كيبقاوش، وهذا من فضل الله ومن فضل الله رضات الوالدين ورضاتكم حتى نتوما المهمات معايا ومن رضات التعاوي ديالكم ومن بزاف ديال الحوايج قسما بالله لا كنكون كنباركه مع راسي راسكم بوحدي كنقول شو انا الحمد لله شحال من دعوه حافظاني، لا دعوه المتتبعين لا دعوه با لا دعوه امي لا دعوه اي واحد الحمد لله فيما مشينا كلشي تيشكرنا كلشي باغيين. المهم وغادي نجاوبكم على بزاف بغيتو تعرفوهم. لاموس اللي لي غوز لون بيبي المواد ديالها طبيعيه، هي بحال الجيل زوينه كتبيض كتجبد الوجه، مي انت خاصك تابليكيها مزيان خاصك تعرفي كيفاش تخدميها في وجهك. مي مني غادي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كتخدم كيفاش كتحط على الوجه وكيفاش بزاف ديال الحوايج. راه رضا حط لكم الباج ديالي في الانستغرام، قال لكم راه غادي تكون عند عائشه ان شاء الله غادي تكون غادي نجيبها غادي انا بغيت كلشي كيسول عليها البنات باش تعرفوا واحد الحاجه، راه الاثمنه باقي حنا ما كنعرفوهاش، دابا نهار كتوصل عندك السلعه
ما عندك تفكري تقولي الثمن، وخاصك تضربي لا 100 بشحال زعما بشحال خلصتيها وتزيدي عليها الشحن باش نجيكم من الواقع. كتحسبي بشحال شريتيها، عاد زيدي الشحن، عاد زيدي اللي كتخلصي هنا، حيت انا فاش كانت جاوني العبايات والمخاور والمؤخرة البومادات عاوديني جاوني خلصتها تما، خلصت تما باش تجي وزدت وحسبت حسبت الخلاص باش خلصت تما عليها باش تجي المغرب، وحسبت الخلاص باش خلصتها باش خرجتها من الأمانة، وعاد زدت الشحن. فهمت يعني ممكن غليوش على بنادم داكشي اثمنه مناسبه وداكشي ما كاينش شي حاجه اللي غادي نكذبوا بها على الشعب او لهذا. فهمتوا البنات، نهار كتوصل عندك السلعه لهنايا كتعرفي ديك الساعه ما ديري، كتعرفي تقولي الثمن، كتعرفي تهضري على المنتوج ديالك اكثر واكثر، لانك تدخلي تبحثي عليه تقراي عليه. انا شوف انا عبد الكريم دخل وبحث عليه وقرا عليه ولقى ان حيت هما في ديك الدوله اي حاجه كيحطوها كتدخلي لجوجل كتقراي عليها كتلقايها هي نفس الشكل نفس هذا ديال الكتابه نفس اي حاجه. الحمد لله الحمد لله كتلقاي نفس داكشي، ما كاينه شي حاجه اللي غادي تضرك انت ولا تضر وجهك ولا داكشي، لا ضراتك انت تضر نحن. والحمد لله وانتم راكم عارفين الحاجه اللي كنجيبوها من دبي، راه انا عمر شي واحد ما قال لي راه ما ردتني بوماتك، راه كومونتيرات كاينين، واللي كذب من اللي كذبات او كذب ما نسمحش ليه، راه خليو كومونتير لتحت هنا واش انا عمر ديك البوماده ما رضاتكم. ما كاينش اللي غادي يقول حيت زوينه كتنقي الوجه كتبيض كتحيد الكحوليه، يعني زوينه بزاف، وبزاف ديال الناس جابوها هنا وبداو كينسبوا على عباد الله 1000 درهم 2000 درهم، ولكن الحمد لله ما تمشاتش لهم حيت النصب هذا كيتسمى اي واحد الله فاش كيعرفك بغات تنسبع شي واحد كيمنش لك فشي حاجه ديالك. صافي البنات ان شاء الله غادي نجيبها، غادي نقول لكم شحال الثمن، ضروري غيكون ثمن مناسب، هادي واخا تقصحي انت شويه ضروري غيكون ثمن مناسب، حيت اي واحد كيبغي يشري، خواتاتنا مخدامين كيبغيو يشريو، ميمات كيبغيو يشريو، كلشي كيبغي يشري. حنا غنتعاونوا مع الناس وغادي نحطوا ثمن مزيان وثمن زوين، وان شاء الله غادي تشوفوني في داكشي اللي بغيتو، في ديك المسيره اللي بغيتو، وتشوفوني ناجحه والفوق الفوق يا ربي، ولكن بدعاويكم انا بغيت يا ربي الله يسهل عليكم، بغيت نبقى نقرا الدعاوي الدعاوي الدعاوي، ادعوا معايا الله ينصرني على من عدا يا رب. وبالنسبه للناس اللي قالوا لي على شريده نهار الوسك شكر لينا ديك لاموس ودابا ما بقاش كيشكرها ولا ما عرفت، شوفوا انا خويا رضا بيني وبينو احترام، بينو بين احترام، ما غاديش نوصل معاه نتا على شي نوبه الاولى شكرتي ولا هادي. ضروري بنادم ملي كيكون عنده واحد الصديق كان عزيز ومشروع ديالو او ما نجحش ليه او هادي، حنا ضروري خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا، راه اذا مش عاون داك الشخص عاونو شهر ليا المحل بدا كيتبع على داك الشيء الحمد لله مزيان، لانه رضا عنده واحد الجيش اللي وافي وتابعو في الممشى وما فايتوش قسما بالله، لا هو لا حنا صراحه. صافي هذا علاش يعني كيكون عندك واحد البروجي وما انت ما مقابلاش او ما عاطيهش واحد القيمه، كيجي واحد بحال الشجره دابا ملي كتكون ما طالعاش وكيجي واحد كيكب فيها الماء كيبقى كل نهار يكب فيها الماء، صافي كتبدا تنبت بحال هكاك. دار رضا دوات معاه تصاحبت معاه، هي تصاحبت معاه على اساس الشهره، حيت حنا اللي كنعرفو صاحب او صاحبه كتصاحبي بالنيه وما كتقولي شي كلام اللي ما كاينش فينا، هذاك الكلام ما كيتقالش حيت انت اكثر وحده عاشت هنا. المهم موضوعنا ماشي هو هذا، انا غير بغيت نشرح لكم حيت نتوما كتسولوني بزاف. صافي رضا مشات تعاون مع ديك السيده شهر ليها المحل، تبعوا لها البرودويات ديالها، تبعوا لها اي حاجه اللي كتكذب عليك الكذاب اللي عمره ما مشى عندها، فاش دار لها الاشهار رضا ولا كيمشي عندها ولا كياخذ من عندها ناموس ولا كياخذ من عندها اي حاجه. هذا علاش حتى واحد ما خصو ينسخ رضا، حيت رضا دار مع بنادم مزيان وعاون بنادم ووفقوا ووصلوا شي حوايج اللي زوينه واللي فريمون خاص بنادم يعقل عليهم. والله
بنادم خصو يعقل على واحد الحاجه دارها مع واحد الواحد، حيت الا عقلتي غنجيب الله تنتي مني ديري فيه الخير. ولكن داكشي اش غنقول لكم، كويدات الشهيمات ديالي، نتمنى منكم تفهموا الفيديو، ولا عجبكم شاركوه مع صحابكم وخواتاتكم، وبارطاجيو لايك وديروا سبسكرايب وكومونتير. باي باي.